الحمد لله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الخلق العظيم. وبعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. متفق عليه. قال الطبري: والنهار إذا جلاها، قال: إذا أضاء انتهى، جل النهار الظلمة كشفها، كما في المعجم الوسيط. قال ابن كثير: وقالوا في قوله تعالى: والليل إذا يغشاها، يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. ثم قال: قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري: طحاها بسطها. وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري: طحوته مثل دحوته، أي بسطته. قال القرطبي: وقيل: أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال، وخاب من دس نفسه في المعاصي. عن عمران ابن الحصين رضي الله عنه قال: إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه مسلم. انتهى. قلت: وهذا حديث نبوي صحيح قاطع في تفسير القدر وإفحام القدرية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا هذه الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها وخير من زكاها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وإسناده حسن. بطغواها، قال القرطبي: أي بطغيانها، وهو خروجها عن الحد في العصيان. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. إذ انبعث، أي نهض، أشقاها لعقر الناقة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا أبا تراب، لما يرى عليه من التراب، ألا أحدثكما بأشقى الناس؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجلين، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، يعني قرنه، حتى تبتل هذه من الدم، يعني لحيته. وهو في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. انتهى. قل: قرنه أعلى الرأس بجانبه، وعقر انتهى عقر البعيرة، قطع إحدى قوائمه ليسقط فيتمكن من ذبحه، كما جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، قال القرطبي: أي أهلكهم وأطبق عليهم العذاب بذنبهم. فسواها، أي سوى عليهم الأرض. قال ابن كثير: ولا يخاف عقباها. قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعه. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.